دكتورة صفاء، دكتور محمود كده مع ان الست تشتغل، وشايف ان الست بتشتغل لازم شد مع الرجل اكثر انجازا واكثر يعني انتاج في المجتمع. ستات كتير هتقول لك انا نزلت اشتغل مش عشان محتاجه فلوس، ولا علشان وضع المادي وحش، ولا علشان اشتغلت وشايفه ان شهادتي حرام ان انا اقعد بيها في البيت. لا، انا نزلت اشتغل عشان الرجاله بيحترموا الست اللي بتشتغل، وبيعتبروا انها صاحبه قوه شخصيه وصاحبه انجاز اكتر من الست اللي قاعده في البيت، عشان كده انا نزلت اشتغل. رايك ايه؟ هل الرجاله هم المسؤولين عن النظره دي للمراه العامله؟ رح اعطيكي مثال من حياتنا اللي بنعيشها بشكل يومي مع الاسف، بسمعها كثير سيدات قالوا لي اياها، انه انا لو عندي مدخول مثلا، يعني بعتذر على التعبير بس انا سمعته من كثير ناس، انا ما بقعد مع زوجي، لانه هو اول كلمه بيقول لي اياها لما بتصير مشاكل بيناتنا انه ما حدا رح يتحملك مرجوعك لعندي، انت ما قادره تكوني شيء. فبتوقع هو هذا اهم سبب بيخلي المراه تنزل تشتغل ولو هي ما أنا محتاجة ماديا، بس هي تعارك الحياة مشان إذا وقفت بيوم الأيام موقف مواجهة مع أي شخص تكون هي قادرة تكون ذاتها، ما تسند على حدا، لأنه الأيام بتعلمك أنه أنت ما تسندي على حدا. الإنسان بعد أمه وأبوه طبعا إلا من رحم ربي، يعني وفي أزواج ما بدنا ننكر حقهم وفضلهم، ولكن صعب تقدر تسندي على حدا. النظرة الذكورية اللي بعض الذكور مع الأسف بعض الرجال بينقلوها لزوجاتهم أنه أنتي ولا شيء بدوني، أنا إذا ما اشتغلت أنتي بتجوعي، فهذا الشيء اللي بيخلي بعض السيدات طبعا تتمرد، ووضع المادي ما بيكون سيء أبدا. بتقلك أنا بدي لاقي ذاتي، يعني أنا بدي أقوى أطلع على المجتمع بيوم من الأيام ما أضطر أنا لاقي حالي وحيدة عم تعصف فيني الطرقات وما أعرف كيف مشي أموري يعني. فهي نقطة كتير مهمة وأنا سمعانتها كتير كتير. طيب في المقابل بعض الستات تقولك أنا كرهت لفظة ربة منزل، عشان الرجالة شايفين إن الست ربة المنزل دي ما بتعملش حاجة، ما دورها مهمش في الحياة، برغم إن أنا ممكن أكون شايفة إني بربي ولادي وبقوم بمهامي كويس جدا، بس طول ما الرجالة شايفين إن ربة المنزل ده يساوي صفر في الحياة، يبقى أنا ما أقدرش أتحمل حاجة زي كده وهنزل أشتغل عشان النظرة دي تحديدا. هلا هو أساسا النساء من المريخ والرجال من الزهرة. أيوة. فالرجل بشكل عام بيحس انه المهام اللي بتقوم فيها الست بالبيت هي فطرة عندها، يعني هي يعني أغلبية الرجال على فكرة أكثر من 80% بيحسوا انه اللي بتقوم فيه الزوجة بالبيت هو شيء كتير طبيعي، يعني انت ما عم تبذلي مجهود فوق طاقتك، انت مخصصة لهذا الشيء. حالة قليلة اللي بيحسوا لما بيقعد الرجل مع زوجته، يمكن إذا قعد معها نهار وشاف كمية المهام اللي بتشتغلها بالنهار هذا بيقول لي انت بدك تمثال، هذا نسبة قليلة. وبنفس الوقت الزوجة بتقلك هو طلع مثلا، خلينا نقول زوجها مثلا عنده محل، شو بيعمل هو كل النهار؟ هو قاعد ورا هالمكتب شو عم يعمل؟ يعني يعملوا تبادل الادوار ويشوفوا. تماما. انا هقف عند النقطه دي، في واحد يعني كل واحد فيهم من كوكب، الحته دي مهمه جدا. يعني الرجال في كثير رجال بيظلموا الست، وفي الستات كمان بيظلموا الرجال، لانه الرجل قاعد ورا مكتبه.